أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا رأيت شخصا نائما ومستغرقا في النوم إذا رأيتم يقول أحسن الله إليكم إذا رأيت أثناء خطبة الجمعة شخصا نائما ومستغرقا في النوم وهو جالس بجانبي، فهل لي أن أنبهه بتحريك كتفه دون أن أتكلم معه؟ لا أبدا، ما دام أنه جالس فإن النعاس لا يضر فتتركه. نعم.